في كل عام تهلل وسائل إعلام النظام لما تسميه سير العملية الامتحانية بيسر وعلى أحسن وجه، فتقدم الإحصائيات لعدد المتقدمين من كل شهادة وفرع، وتعرض مقابلات مع بعض الطلاب والمدرسين ليقوموا بتوجيه الشكر لوزارة التربية في حكومة النظام على حسن تنظيمها لهذه الامتحانات. لكن ما حصل في اللاذقية في هذه الدورة الامتحانية كان من شأنه تعكير صفو الوزارة ومن ورائها الإعلام طبعا، حيث نقلت صحيفة الوطن الموالية عن وزارة التربية في حكومة النظام أنه تمت إحالة متورطين بنشر أسئلة امتحانات إلى القضاء، فمن هم هؤلاء وما قصتهم؟ القصة كما تداولتها صفحات موالية محلية من اللاذقية أن مدرسين في اللاذقية قاموا بنشر نموذج الأسئلة لإحدى المواد بعد بداية العملية الامتحانية بفترة قصيرة في بعض المحافظات، وبحسب بيان وزارة التربية في حكومة النظام تمت معرفة القاعات والمراقبين والمسؤولين عن هذا العمل الذي يخل بالعملية الامتحانية وأخلاقيات المهنة، وقد تم تحديد المسؤولية واتخذت العقوبات الرادعة بحق المخالفين من كف اليد والإحالة إلى القضاء المختص أو الصرف من الخدمة. الوزارة تتابع في البيان توجيه نداء إلى مديريات التربية في المحافظات تهيب فيه التأكيد على نزاهة العملية الامتحانية وتنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات بدقة، لا سيما التفتيش الوقائي في الإبلاغ عن جميع حالات الغش الامتحاني. ما حصل في اللاذقية ذكر بتصريحات وزير التربية في حكومة النظام دار مطبع في بداية العام الدراسي أنه سيتم تركيب 5000 كاميرا لضبط الغش والغشاشين في أثناء الامتحانات. وفي إحصائيات الوزارة عن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية زعمت أن عدد المتقدمين للشهادة العامة يفوق 500,000 طالب وطالبة، أما عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية فتجاوز 251,000. القصة حظيت بتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت لاريسا تقول: إذا كان بعض رؤساء المراكز عم يدخلوا الأسئلة محلولة لبعض الطلاب، شو ذنب المراقبين تحملوهم المسؤولية؟ ما بيكفي شنطة المواصلات ودفع الراتب كله للوصول لمراكزنا يلي بعيدة عن بيوتنا أصلا، بالأخص مادة العربي العلمي، وواضح أن لاريسا هي أحد المراقبين. أما محمد فيقول في هذا المنشور: بالمدارس الابتدائية بريف دمشق تم تسريب أسئلة وتلاعب بالنتائج وحذف أسئلة لأبناء الإداريين بسبب إجابتهم الخاطئة عليها، عوجة من الابتدائي كيف بشهادة الثانوي. ماهر كتب أيضا يقول: معاساس حطيتوا كاميرات بالمراكز، وين ما شفنا شيء، حطوا كاميرات سيد راسي وخلصونا واضبطوا هالامتحانات مشان كل طالب ياخد حقه. ما راح طبعا، وليس ماهر. صبا تقول: بسبب الفوضى بالقاعات ولادنا ما عم تعرف تجاوب، تعب سنة كاملة عم يروح بسبب هيدي الفوضى وعدم ضبط القاعات.